قيل أن هناك لقاء جرى بين السيد باب الطلباني وقاآني، وقيل أن حلحلة الأمور ستكون قريبا وكذلك مفاجأة بعد العيد، هل هذا صحيح؟ يعني لم يصدر بيان رسمي او خطاب رسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، وقد سمعت هذا فقط منكم الان، ولو كان اللقاء كان موجودا يعني لا صدر بيانا او شيئا من قبل السيد باب الطالباني او من قبل السيد قاآني، لم يصدر شيء رسمي. ولكن يعني دائما ما يحضر قاآني بصوره سريه، يدخل ويذهب ولا أحد يعلم، وبعدما ينتهي اللقاء قاآني مع أي نخبة سياسية يتم تسريب الخبر، ويتم سواء يعني الزيارة فشلت أو نجحت. لا يوجد خبر بهذا الشكل في جميع إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني، لم يؤشر على تلك اللقاءات أو جرت سريا أو علنيا.